والآن إلى اليمن، حيث قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 13 آخرون في قصف قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح استهدف محطة للتزود بالوقود في مديرية أرحب شمال العاصمة. وفي صنعاء تجددت الاشتباكات بين القوات الموالية لصالح وتلك التابعة للواء علي محسن الأحمر في عدد من أحياء العاصمة، بينما خرجت مسيرة حاشدة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخطوفين من قبل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وتطالب بمحاكمته وأقطاب نظامه. تحول الربيع العربي إلى خريف، لكن ليس في اليمن. هنا الثورة لم تأتي أكلها بعد، ونطاق الاضطرابات يتسع يوما بعد يوم. مديرية أرحب بشمال العاصمة صنعاء كانت مسرحا لعملية عسكرية من قبل قوات الحرس الجمهوري، عملية أوقعت قتلى وجرحى عندما استخدمت حسب ما تقول مصادر المعارضة هذه القوات صواريخ من طراز كاتيوشا وقذائف مدفعية لقصف محطة للتزود بالوقود في هذه المنطقة المعروفة بدعمها للثورة الشعبية. أما داخل صنعاء فقد أمضى سكان عدد من الأحياء ليلتهم على دوي اشتباكات عنيفة بين قوات صالح وعناصر تابعة للواء علي محسن الأحمر، وما يوحي بأن الصراع السياسي بين الفرقاء اليمنيين بدأ يأخذ طابعا عسكريا يغطي على الثورة السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية. تحول جديد أجج المخاوف من نشوب حرب أهلية قد تدخل اليمن في تدهور شبه دائم سيستغرق الخروج منه سنوات وربما عقودا حسب ما يرى مراقبون. وتأتي الاشتباكات الأخيرة في صنعاء بعد أن خفت حدتها السبت إثر إعلان مصادر في المعارضة عن زيارة أخرى لمبعوث الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي بمسعى جديد لنزع فتيل أزمة عمرت 9 شهور حتى الآن. أعلنوا الهدنة الساعة 3 وقدروا الساعة 5. الأفضل في العين مخيف والرعب في العارة. ورغم استمرار القوة النظامية في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، فإن ذلك لم يفلح في خفض سقف طموحهم، فهم لا يطالبون فقط بإسقاط النظام بل بتقديم رأسه وأقطابه إلى العدالة. هذا ما صدحت به الحناجر في مسيرة حاشدة خرجت في العاصمة صنعاء تطالب أيضا بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخطوفين وتتوعد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. لكن في غياب إرادة سياسية حقيقية للتغيير لن تفلح المطالب الشعبية ولا الجهود الدبلوماسية في إيجاد حل يخرج اليمن من دائرة العنف والجمود السياسي. وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، ما آخر التطورات خاصة على صعيد الشبكات بين القوات الموالية لعلي عبد الله صالح وتلك الموالية للثورة أو لعلي وعلي محسن؟ نعم الصمد، أستطيع أن أقول لك أولا بأن الساعات النهار الأولى حتى هذه اللحظة مرت بهدوء في العاصمة اليمنية صنعاء أو في بعض المناطق اليمنية كتعز وغيرها من المناطق، حتى منطقة أرحب يعني كان هناك في الساعات الفجر الأولى وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس بعض القصف طبعا في هذه المنطقة، وكما تحدثتم في الخبر كان هناك قتلى بينهم أطفال في أكثر منطقة في أرحب في العاصمة اليمنية، حيث تقوم القوات الموالية لصالح والقوات التابعة للحرس الجمهوري في جبل الصنعاء وفي المناطق المجاورة لها بقصف هذه المنطقة. طبعا أرحب تقع على شمال العاصمة صنعاء 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، حيث منع القبائل هناك القوات الموالية لصالح من الدخول العاصمة اليمنية. أما هنا في صنعاء فطبعا أيضا نلاحظ بأنه يتجدد القتال من فترة إلى أخرى، ربما يكون في المساء يشتد هذا القتال في ساعات متأخرة من الليل، وفي أيضا الساعات الأولى من الفجر كان هناك قتال كبير ربما استمر لساعة
ساعتين بين القوات المواليه للرئيس صالح وقوات المواليه او انصار الشيخ الاحمر في منطقتي الحصبه وصوفان. بدات القوات المواليه لصالح بالقصف كالعاده من جبل نقم والجبال التي يسيطر عليها القوات المواليه للحرس الجمهوري على الحصبه وصوفان، وبدات الاشتباكات. هناك يعني رغبه من قبل القوات المواليه للرئيس صالح الحرس الجمهوري والامن المركزي بالتقدم الى هذه الاحياء، ولكن دائما ما يجدون صعوبه في التقدم على الارض، ولذلك هم يقومون بالقصف من على هذه المناطق. ايضا استمعنا خلال فتره الليل ويعني ساعات ايضا مبكره من الفجر بعض القذائف المدفعيه والدبابات على الفرقه الاولى مدرع. الفرقه استمرت لا ترد، لكن اعتقد باننا استمعنا الى بعض الردود من قبل الفرقه عندما يعني كانت القوات المواليه لصالح تقوم بالضرب بالدبابات والمدافع. طبعا المظاهرات مستمره في العاصمه اليمنيه صنعاء. اليوم كانت هذه المسيره خرجت من اجل الافراج عن المختطفين والمعتقلين في سجون صالح كما يسميهم هؤلاء المتظاهرون. المظاهره اليوم كانت بعشرات الالاف. ايضا رفعت المطالبه باسقاط نظام الرئيس صالح، وطالبت كالعاده بتقديمه ملفه واقاربه الذين قتلوا المظاهرين السلميين كما يقول هؤلاء المتظاهرون الى المحكمه الجنائيه الدوليه. طبعا مرت المظاهره بسلام، لم يكن هناك اي احداث امنيه، ولم نرصد اي تحركات من قبل من يصفون بلاطجه او القوات المواليه لصالح على هذه المظاهره. وهذه المظاهره الثانيه التي تخرج في العاصمه اليمنيه بسلام. شكرا لك احمد الشلفي مراسل الجزيره من صنعاء. توصلت الفصائل الفلسطينية إلى توافق فيما بينها برعاية مصرية، وذلك بالالتزام بتهدئة مع إسرائيل. وكان 9 فلسطينيين قد استشهدوا وجرح آخرون في غارات إسرائيلية استمرت حتى فجر اليوم استهدفت مواقع تابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة. وقد ردت عليها الحركة بإطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل، أوقعت قتيلا واحدا على الأقل. مراسلتنا هبة عكيلة والتفاصيل من غزة. ورسالة للعالم يطلعوا لنا، شوفوا شوفوا ايش